مساء الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب شوف تي في مباشرة معكم من وسط المدينة. غادي نطرقوا لواحد موضوع مهم اللي هو واحد الملهى وسط المدينة اللي عبارة عن فندق وسط المدينة، وفي واحد الملهى خطير جدا جدا. هذا الملهى ما كيخليش الناس ينسوا نهائيا. ها انتما كتلاحظوا شوفوا السكان، كاين الناس كبار هنا، كاين الناس فيهم سكار، كاين الناس فيهم امراض مزمنه اللي كيبغيو يرتاحوا. هذا الملهى ملي تيتقرع مع الصباح واللي كيما كيخرج كيما كيقولوا كيلوح البحر، راه توقع واحد المشاكل خطيره هنا جدا. كنتمنوا من السلطات ومن السيد الحموشي المدير العام للامن الوطني يفتحوا هذا التحقيق في هذا الملهى، وهذا الشيء اللي كيوقع في هذا الملهى والجهات المعنيه والسلطات المكلفين بالملاهي يعني يديروا واحد الدوره هنا ضروري، لان هذا الشيء اللي كيوقع خطير جدا. ملها هو اللي امامكم وسط المدينه، ما غنجبدوش الاسم ديالو اخلاقيه المهنه، ولكن راه كنتمنوا من السلطات يدخلوا في اقرب وقت، لان الشيء اللي توقع راه ما ماشي وهذاك وخطير جدا. هذا الملها فيه دخلات بزاف، منو كتخرج المحلبات ممر بالطبول وكتخرج للجهه الاخرى ديال الدريس الحريزي، راه هنا ملي تيلوح البحر الزبناء كما كيقولوا البحر كيلوح، ملي كيخرجوا الزبناء هنا راه خصوصا الزبانيه، شكون هما الزبانيه؟ هما اللي في البيبان، وتا المسير او المسيره ديال الملهى حتى هي فيها شي حوايج ما هماش معكم، راه من هاد السكان ومعروف هنا في البلاصه كامله. يعني هاد الملهى راه ما تيخليناش نعسو نهائيا، ما تنعسوش نهائيا. كنتمنوا من السلطات انهم يديروا حل ويتم الاقفال ديالو نهائيا، باش حنا نتهناو واحد شويه. هاد الملهى من عندي انا غادي نبقى عليه بالمباشر وبالفيديوهات ان شاء الله تيديروا حل مع السلطات، لان هادشي اللي توقع في الريوق راه خطير جدا. كنتمنوا من السلطات ولا الراس ديالهم السيد عبد اللطيف الحموشي انه يدير شي حل، لان هادشي اللي توقع هنا خطير جدا. اقسم بالله الى المجازره برا، ملي تخرجوا الزبناء راه الحرب برا، شارب القواعد شارب كيسان، علاش ما احنا ما نعسوش شويه هنا ما نحطوش روسنا؟ والدينا مراد عايب هاد الشعار. ان شاء الله هاد الملهى غادي ان شاء الله غادي نحاربوه بالقانون، وغادي نحاربوه بالانسانيه، غنحاربوه باليد خاويه وكرش خاويه ان شاء الله. ان شاء الله الصوت راه يشوفوا دمو مباشر، الله يبرا البلاصه راه باينه معروفه. حشومه وعيب وعار ان الانسان ما يحبش راحته في الدار ديالو، يعني معيور وواحد السبان تيتسمع من النوافذ، راه الله راه ما حشومه راه عيب. هنا هنا ما نصبروا، هنا ما نصبروا ان شاء الله غادي نجمع السكان كاملين وغادي ندير معاهم لايف وغادي يعاودوا ما يجرى وشنو كيجرى برا والداخل في هذا الملعب. كلام واضح والميساج راه واضح للمسؤولين، ديروا شي حل لهذا الملعب، راه الناس كيتعداو عليهم. كيدخل بواحد الطريقه كيشرب ويخرج بواحد الطريقه مدله. حنا هادشي ما شغلناش فيه، حنا بغينا الراحه في هاد المنزل في هاد الدرب، خصوصا البرنس مونابول، يعني هاد الملعب خصوصا هاد الملعب. المهم لا يكونش حتى شي واحد مخمم هادي، ما يكونش يدير البركه ديالو، ولكن هاد الملعب راه بزاف، راه ملي تيلوح البحر الزبناء راه داكشي اللي كيوقع على برا راه ما يمكنش. كنتمنوا من العماله والناس المسؤولين والدياجي هنا في واحد الزبانيه معديين كيتعداو على عباد الله، هنا راه حتى شي واحد ما كيغلبنا، الله فوق كل شيء، ولكن كنتفادوا المشاكل كنتفادوا الصداع، كنتمنوا من المسؤولين يديروا شي حل لهذا الملهى هذا.
مشاهدينا الكرام الى هنا ينتهي البث، كنتمنى من الميساج وصل، وكنتمنى من السيد عبد اللطيف الحموشي يعني عندنا حتى ثقه فيه كبيره انه باش يدير واحد الحل ويدير واحد المهم يدير شي حل لهذا الملهى. والسلام عليكم ورحمه الله.